السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتشتكي من موضوع ألم في باطن القدم وما تعرفش السبب بتاعه إيه. النهاردة هنتكلم عن أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث ألم في باطن القدم، وهنتكلم باختصار عن كل سبب، وممكن نعمل لكل سبب فيديو مستقل إن شاء الله بعد كده. أول سبب من الأسباب ديت وأهم سبب وأكتر الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث ألم في باطن القدم هو التهاب اللفافة الأخمصية أو التهاب أخمص القدم، وهو الغشاء اللي موجود في باطن القدم من تحت واللي مسؤول عن تكوين قوس القدم. والالتهاب ده بيحدث نتيجة حاجات كتير جدا: زيادة الوزن، المشي حافي على السيراميك والبلاط، لبس الأحذية الغير مريحة، الإجهاد المستمر على القدم، الوقوف مدة طويلة، المشي مدة طويلة. والألم بتاع الالتهاب ده بيكون في بادئ النهار، في بادئ الصباح أول ما يصحى من النوم. الشخص أول ما ينزل من السرير بيحس إن في ألم في باطن القدم ومش قادر يمشي على الكعب، في دبابيس، في شكشكة، كمان ممكن لو قعد مدة طويلة وبدأ يتحرك. تاني سبب هو القدم المسطحة أو القدم المفلطحة أو تسطح القدم، والمشكلة دي بتحدث لما قوس القدم يكون مختفي ويكون مش موجود، وبالتالي المريض بيشعر بألم شديد لو وقف شوية أو عمل مجهود شوية، نتيجة أن الضغط كله بيكون على الجزء الداخلي من القدم اللي هو مفصل القدم وباطن القدم من الداخل. تالت حاجة الكلو أو مسمار القدم، ودي عبارة عن طبقات جلد زيادة، عبارة عن سماكة في الجلد نتيجة الضغط المستمر على مناطق معينة، نتيجة أن الشخص إما وزنه زايد أو بيقف مدة طويلة أو الأحذية بتاعته غير مريحة، أو الناس اللي بتلبس أحذية بكعب عالي أو ضيقة من قدام. رابع حاجة كدمات القدم نتيجة الإصابة، نتيجة الالتواءات، نتيجة الخبطات، نتيجة لبس الأحذية الضيقة برضه. خامس حاجة الكسور اللي بتحدث في القدم أو كسور القدم، كسور عظام القدم. الكسور بتحدث نتيجة أسباب كتيرة، إما السقوط، إما الصدمات، إما إصابات الملاعب، وطبعا بيكون معها تورم في القدم، ألم شديد، عدم القدرة على المشي، والمريض بيجي يقولك إن المشكلة دي حصلت له بعد ما اتصاب، بعد ما وقع، بعد ما اتخبط. سادس حاجة الكسر الإجهادي. الكسر الإجهادي هو عبارة عن كسر بيحدث في عظام القدم وخصوصا الأصبع الثاني أو الثالث نتيجة الإجهاد المستمر على القدم بدون إصابة، بيحدث دايما في الرياضيين او الجنود اثناء التدريبات، وبيحدث برضو مع الناس اللي عندها هشاشه في العظام وما بيبانش غير في الاشعه. سابع حاجه النقرس او داء الملوك او زياده في حمض اليوريك اسيد او البوليك في الدم، وده بيترسب في المفاصل ويسبب تورمات ويسبب احمرار وسخونه للقدم وخصوصا الاصبع الاكبر من القدم. تامن حاجه زياده في تقوس الرجل. احنا اتكلمنا على ان من اسباب تسطح القدم لما يكون القوس مختفي، اما لو القوس ازيد من اللازم اكتر من اللازم، ودي بتكون حالة اما الشخص مولود بها كده او مشاكل نتيجة مشاكل عصبية، بيكون القوس اكتر من اللازم وبالتالي بيسبب اجهاد على القدم وبالتالي يحصل الام في باطن القدم. الالام بتكون على الجزء الخارجي من القدم. تاسع حاجة الإجهاد المستمر نتيجة لبس أحذية غير مريحة، نتيجة لبس أحذية ضيقة، نتيجة الوقوف مدة طويلة، نتيجة الأعمال اللي بتطلب من الشخص إنه يقف مدة طويلة أو يمشي مدة طويلة أو يشيل حاجات تقيلة. عاشر حاجة ورم بيسموه ورم مورتون العصبي أو التهاب في العصب اللي ما بين الأصبع الأول والتاني أو التاني والتالت في القدم نتيجة برضو الإجهاد المستمر على القدم، نتيجة الوقوف الكتير، نتيجة الوزن الزايد، نتيجة الأحذية الغير مريحة، نتيجة المشي حافي. كل الحاجات دي بتعمل التهاب في العصب اللي ما بين الأصبع الأول والتاني أو التاني والتالت، بيسموه التهاب العصب أو بيسموه ورم مورتون العصبي. عاشر حاجة السأليل. السأليل اللي بتحدث في الجلد في القدم في باطن القدم، السأليل دي عبارة عن مشكلة جلدية نتيجة فيروس بينتقل عن طريق العدوى، إما من حمامات السباحة أو استخدام أحذية أو شرابات أو شباشب ناس تانية. في عندنا برضو برودة القدمين. برودة القدمين من الحاجات اللي بتأدي إلى حدوث ألم في القدم. أسباب برودة القدمين حاجات كتير جدا، إما ضعف في الدورة الدموية، إما مشاكل في القلب، إما مشاكل، إما ارتفاع في ضغط الدم، إما الناس اللي بتدخن كتير أو الناس اللي بتقف كتير. طبعا في مشاكل تانية كتير ممكن تسبب ألم في باطن القدم، زي الروماتويد، زي الروماتيزم، زي مشاكل الدورة الدموية، زي التهاب الأعصاب الطرفية، زي التهاب أوتار القدم. بس احنا حبينا في الفيديو ده نوضح أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث ألم في باطن القدم، وممكن بعد كده نتكلم عن كل سبب من الأسباب دي بالتفصيل ونشرح فيه إيه الأسباب وإيه الأعراض وطريقة التشخيص وكمان طرق العلاج المختلفة وإيه الحاجات اللي ممكن تعملها في البيت عشان تقلل المشكلة ديت وعلشان تعالج المشكلة.
اتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك، ولو عجبك وافادك ما تنساش تشيره لغيرك، ما تنساش تبعته لحد تاني يستفاد من المعلومه دي. لو عندك اي سؤال او استفسار بخصوص الموضوع ده اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو واحنا هنرد عليك ان شاء الله. بتمنى لكم الصحه والعافيه. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحه العظام والعنايه بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.